يستعد صاروخ لونج مارتش 7 الحامل الصيني الصنع لأداء مهمة الإطلاق في مقاطعة خينان جنوب الصين. وقال مسؤولون في مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمدينة ووجانغ إن هذا الصاروخ الذي يبلغ طوله 53 مترا ووزنه 600 طن قد أجريت عليه معظم التجارب. ومن المقرر أن يحمل الصاروخ خلال رحلته الأولى نسخة مصغرة من كبسولة إعادة الدخول لرحلة الفضاء البشرية. ومن المتوقع أن يصبح الجيل الجديد من صاروخ لونج مارتش 7 مركبة الإطلاق الرئيسية لبعثات الفضاء الصينية ليحل محل صاروخ لونج مارتش 3 بي الحالي.